يلدريم يعلن السيطرة التامة على الأوضاع في تركيا وارتفاع حصيلة التمرد لأكثر من 60 قتيلا. الرئيس السيسي يصل إلى كيغالي للمشاركة في القمة الإفريقية 27 التي تنطلق غدا في رواندا. داعش يتبنى هجوم نيس الإرهابي وأولاند يعقد اليوم اجتماعا ثانيا لمجلس الأمن والدفاع. الرابع عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة على شاشة نيل. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا، ونستهل هذه البانوراما الإخبارية بتطورات الأوضاع في تركيا بعد إحباط التمرد الذي قام به فصيل بالجيش. نتابع معكم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السيطرة التامة على الأوضاع في البلاد في أعقاب إحباط التمرد الذي دبره فصيل من الجيش. وفي مؤتمر صحفي عقده في تركيا قال يلدريم إن التمرد فشل بسبب وقوف الشعب إلى جانب الحكومة التركية. في 15 من تموز في ليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت شاهدنا نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية التركية، فقد حاول العصابة الإرهابية الموازية حاولت النيل من ديمقراطية تركيا، وقد فشلوا في ذلك لأن الشعب التركي وقف في وجه المحاولة الانقلابية. وأنا أحيي كافة المواطنين الذين هبوا إلى الشوارع والميادين حاملين العلم التركي ليقولوا للعصابة الانقلابية الإرهابية كفوا أيديكم عن ديمقراطيتنا وبلدنا. أنا أحيي كل مواطن حمل العلم ونزل إلى الشارع، أقبلهم من رؤوسهم وأحييهم لأنهم قدموا أفضل جواب لهذه العصابة الانقلابية. كما أكد يلدريم أن القوات الأمنية نجحت في مواجهة محاولة التمرد الفاشلة حيث أنقذت الشعب والدولة من كارثة محققة. وشدد بن يلدريم أن محاولة الانقلاب لم ترتبط بالقيادة العسكرية وإنما هي محاولة تمرد قام بها فاصيل من الجيش. قواتنا الأمنية التي سطرت ملحمة بطولية ليلة البارحة قد أنقذت البلد والشعب من مصيبة كبرى، ونشكر الله على ذلك. الذي يبعثنا على الفرح في هذه المناسبة هو أن أن المحاولة الانقلابية هذه لم تأمر بها القيادة العسكرية، وإنما هي خطة محدودة بين مجموعة عسكرية مرتبطة بجماعة إرهابية، وقد قاموا بعملية أو محاولة انقلابية فاشلة. وأنا أحيي وأبارك كافة القيادات العسكرية التي وقفت في وجه المحاولة الانقلابية. أعلن جلال الدين لكسيز القائد بالشرطة التركية أنه تم القبض على المشاركين في محاولة التمرد، فضلا عن مقتل 16 من مديريه في اشتباكات وقعت بمقر قيادة الشرطة العسكرية، مشيرا إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة لكن توشك على الانتهاء. كما أعلنت الحكومة التركية مقتل 161 شخصا وإصابة 1440 خلال الاشتباكات التي اندلعت لدى محاولة فاصيل من الجيش السيطرة على الحكم
كما اعتقل 2839 من عناصر وقادة الجيش وعزل 34 بينهم 5 جنرالات. بعد ساعات من إنهاء محاولة فصيل من الجيش السيطرة على مقاليد الحكم في تركيا، الرئيس التركي يعود لإسطنبول ويتعهد بتطهير الجيش ممن وصفهم بالخونة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إنهاء محاولة الانقلاب في تركيا وشدد على أن المتورطين فيها سيعاقبون بغض النظر عن المؤسسات التي ينتمون إليها. كما اتهم أنصار المعارض التركي فتح الله جولين المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء تلك المحاولة، وهو الأمر الذي نفته حركة جولين ونددت بأي تدخل عسكري في الشؤون الداخلية بتركيا. رئيس الوزراء التركي قال إن الأمر بات تحت السيطرة إلى حد كبير، كما تم فرض منطقة حظر الطيران فوق العاصمة أنقرة فضلا عن استعادة السيطرة على مطار أتاتورك المطار الرئيسي في اسطنبول واستئناف الرحلات الجوية إليه والتي كانت قد تم تعليقها في وقت سابق. الحكومة التركية أعلنت استعادة السيطرة على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية والتي توقف بثها لساعات، كما استعادت المخابرات السيطرة على المجمع الرئاسي بعد عملية أمنية أسفرت عن اعتقال العشرات من الجنود المتمردين. البرلمان التركي المساند للرئيس أردوغان والذي استهدفه ضباط وجنرالات الجيش الذين حاولوا السيطرة على الحكم بسلسلة من عمليات القصف الجوي عقد جلسة استثنائية في أنقرة لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة التركية تطهيره بالكامل من القوى المتمردة في عملية أمنية أسفرت عن مقتل أكثر من 16 عنصرا من قوات الجيش المتمرد. وكالة المخابرات التركية أعلنت استمرار العمل مع القوات المسلحة والشرطة والحكومة في تنفيذ عمليات استخباراتية بمدينتي اسطنبول وأنقرة ضد مدبري محاولة السيطرة على الحكم، والتي أسفرت عن تحرير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية خلوص عكار بعد احتجازه من قبل الفصيل المتمرد والذي زعم مقتله في وقت سابق فضلا عن تحرير عدد آخر من القادة المحتجزين. الفصيل العسكري الذي استخدم الدبابات والطائرات الحربية في السيطرة على الأماكن السيادية في البلاد انشق على نفسه، حيث استسلم مئات الجنود كانوا لا يزالون متحصنين في مقر رئاسة الأركان بأنقرة، علاوة على استسلام وحدة عسكرية كاملة تضم أكثر من 60 شخصا كانت قد سيطرت على أحد جسري البسفور في اسطنبول. وكالة الأناضول أعلنت أن قوات إنفاذ القانون اعتقلت بأمر رئاسي أكثر من 1000 عسكري في اسطنبول وأنقرة، من بينهم ضباط كبار في الجيش، كما تمت إقالة وعزل 5 جنرالات وأكثر من 30 ضابطا من قيادة الجيش التركي. الفوضى العارمة التي شهدتها شوارع تركيا والمواجهات التي تخللتها مشاهد عنف غير مسبوقة في أنقرة واسطنبول منذ عقود خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى أغلبهم من المدنيين. للمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة مراسل النيل عمر أحمد. عمر، هل ما زالت أنقرة على هدوئها مع خلو الشوارع من المواطنين؟ قياسا للمنطقة التي أكون متواجد فيها حاليا، نعم هناك نوع من الهدوء وعدم وجود الناس في الشوارع إلا ما ندر طبعا. بين الفينة والأخرى تمر السيارات التي ترفع أصوات الهتافات لرئيس الجمهورية أردوغان. قبل قليل ذهبت إلى منطقة أخرى هي معروفة بتأييدها لحزب العدالة والتنمية، فكان المشهد هناك وكأنه عرس انتخابي أشبه بفوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات، وكأنه حقق النصر في حرب شرسة خاضها يوم أمس. الصورة اليوم طبعا تحاول أن تعطي للداخل والخارج بأن أردوغان وحزبه هم حامية الديمقراطية وهما حامية الحرية في تركيا، ولكن رغم ذلك هناك بعض الأصوات أو بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الناس أو بعض المواطنين الأتراك بدأوا يسخرون من
الانقلاب او التحرك العسكري على طريقه مسلسل وادي الذئاب الشهير بانه عمليه تمثيليه لم تسبق ان شهدتها تركيا في السابق. هل يعني هذه السخريه ضحك على نعم هل نفهم من ذلك على الشعب التركي؟ نعم هل نفهم من ذلك عمر ان هناك يعني نسبه من الشعب التركي مقتنعه بهذا الطرح بانها كانت مجرد يعني تمثيليه كما تفضلت من رجب طيب اردوغان؟ هناك شريحه كبيره من الشعب التركي يبدو انها في ازدياد، لانه عندما بدات الاحداث يوم امس كلنا خشينا بسبب روعة أو بسبب عنف القصف وعنف المشهد من نزول الدبابات والآليات العسكرية إلى الشوارع، ويعني التسبب بمقتل عدد كبير من الناس المتواجدين في الشوارع. كلنا خشينا من هذا المشهد، ولكن بسبب انتهائه بطريقة غير منطقية الحقيقة، هذا ما جعل الشعب التركي في كثير من شرائحه الآن بدأ يتحدث عن عملية كانت أشبه بفيلم سينمائي تم عرضه على الشارع التركي يوم أمس وانتهى بسرعة دون أن يحقق المطالب المنطقية لاستمراره أو ليتم تصديقه بشكل صريح. نعم أشكرك من أنقرة عمر أحمد. ونتابع الآن مشاهدينا لقطات حية للمواطنين الأتراك من أمام مقر البرلمان التركي، حيث تنعقد الآن الجلسة الأولى للبرلمان التركي بعد محاولة الانقلاب التي فشلت في الساعات الماضية. وهذه الجلسة التي أشار إليها رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها صباح اليوم، وقال إن البرلمان سينعقد اليوم بكامل هيئته لمناقشة الأوضاع التي تعرضت لها تركيا. تقدم بالشكر لكل المواطنين الأتراك الذين تحدوا الرصاصات و